بعثت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى المرة حفظها الله برقية تهنئة إلى سعادة الشيخة ضوى بنت خالد بن عبد الله الخليفة عضو المجلس الوطني للفنون، وذلك بمناسبة حصولها على المركز الثاني في مسابقة الفن الرقمية العالمية المقامة في دبي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28. أعربت سمو وحفظها الله عن فخرها بإنجاز الشيخة ضوى في مثل هذه المحفل أو مثل هذه المحافل الهامة، الأمر الذي يؤكد على تميزها في المجال الفني بتقنياته الحديثة وحرصها الواضح على الاستناد إلى منهجيات البحث العلمي الرصين لتسهم الرسائل الفنية لأعمالها في التوعية والتثقيف بشأن القضايا ذات الاهتمام الدولي. في ختام البرقية باركت قرينة العاهل المعظم جهود سعادة الشيخة ضوى وسعيها المستمر نحو المزيد من التميز والإنجاز.